موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن يقدم: الموت لا يرحم حبيبا ولا غريبا. نحن راحلون. الموت يا أخي إذا نزل لا يرحم طفلا لا صغيرا ولا كبيرا، ربما انتزع الرجل من وسط أسرته، وربما انتزع الأب من بين أبنائه، وربما انتزع الطفل من حجر أمه. سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. إذا نزل الموت لا يرحم أحد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. حملوه إلى مستوصف قريب فوجدوه قد فارق الدنيا. انظر ما أسرع الموت. وهي صحيحة معافاة، ما شعر إلا عندما جثمت على رجليه ولم تتحرك. قال: يا فلان ثقلت على رجلي، وجعلت لا تتكلم، وأخذ يكلمها ولا تتكلم، فنهض وأخذ يحركها فوجدها قد أجابت خالقها. خرج الولدان يتمشيان مع مجموعة في سيارة، وعند العودة حدث لهم حادث قضى ذلك الحادث على الولدين العروسين. وبعد تربية طويلة حياة هذه المرأة، وبعد أن فتحت قلبها فرحة بزواج ولديها، وإذا بها تتفاجأ يرجع الولدان العروسان جثتين هامدتين لا حركة لهم. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رسول الله يموت وهو أفضل الخلق، نظر إلى سقف البيت ثم قال: بل الرفيق الأعلى. ثم مالت يده ومات. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ويجده مسجى ببرد فيكشف عن وجهه ويقبله هنيئا لأبي بكر، وهو يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله. أما نحن حرمنا يا إخوة من لقاء في الدنيا، نخشى أن نحرم من لقاء في الآخر، لأننا خالفنا كثيرا من سننه. نخشى أن يجمع الله لنا بين الحرمانين بسبب تأخرنا عن سننه. الموت. يقول: يا ليتني مت قبل أن أشاهد هذا الموت، قبل أن أنظر إلى الرسول ميت. ليتني مت قبله ووضعت علي الصخور قبل أن أرى هذا الموقف الجف. رسول الله يموت وهو أفضل الخلق. فاطمة رضي الله عنها بعد موت أبيها تقول: وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه. جبريل الذي كان ينزل بين الحين والآخر إلى بيت النبوة سينقطع نزوله بسبب موت رسول الله، وأبتاه من جنة الفردوس مأواه. ثم لما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ من هذا الذي تطيب نفسه أن يحث التراب على الرسول؟ لكن هذه سنة الله. من هذا الذي يحب أن يفارق رسول الله؟ كل نفس الموت. إذا كان الموت قد أخذ الخيار فنحن سنلتحق. من هذا الذي سيعدد نفسك في الموت يا أخي؟ عدد نفسك في الموت، أنت ستموت. والأخيار إذا ماتوا وهم على صلاح فهنيئا، والمصيبة علينا أن نموت ونحن ملوثون بالمعاصي. لا حفظنا ألسنتنا، ولا حفظنا أيدينا، ولا حفظنا أبصارنا، ولا حفظنا أسماعنا. نخاف يا أمة الإسلام أن يبدو لنا من الله ما لم نكن نحتسب. نخاف أن نفاجأ بما لم نكن نحتسب. ماذا أعددنا للموت؟ أولئك أعدوا للموت العدة، ومع ذلك كانوا يخافون عند الموت. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار
دخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت لا يرحم حبيبا ولا قريبا. محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الزماري حفظه الله. والآن نترككم مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي يسر لنا زيارتكم إلى هذا المسجد المبارك، نلتقي فيه على كتاب الله الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، لا شك ولا ريب أن البشرة التي تطرع على القلوب بسبب البشرة عن مراحل الآخرة وبسبب البشرة عن الموت وبسبب البشرة عما ينتظر هذا الإنسان في المستقبل، ولهذا نحن في حاجة دائما إلى أن نذكر أنفسنا برحيلنا إلى الله، وإلى أن نذكر أنفسنا بأننا لسنا من أهل هذه الدار، وأننا فيها غرباء. يوشك أن نرتحل منها، فماذا أعددنا من هذا الرحيل ولهذا السفر ونحن نعلم أن موعد السفر قد قرب، وما منا من أحد إلا وقد نهيت له نفسه قبل أن يبلغ. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم:
كل نفس دائرة الموت، وكل واحد قد علم أنه سوف وأنه راح، والموت أيها الإخوة موعظة عظيمة للقلوب. من أجل ذلك جاء عند الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بذكر الموت لما في ذلك من نفع لقلوبنا ومن ردع لنفوسنا ومن تنبيه لنا من غفلتنا. ولهذا جاء عند ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا عند البزار من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فما ذكره أحد وهو في سعة من العيش إلا ضيقها عليه، ولا ضيق من العيش إلا وسعها عليه. فذكر الموت ينبه القلوب الغافلة، فمن كان في سعة من العيش يعلم أنه راحل، وأنه سيترك الدنيا، وأنه سيرحل عن ماله وأهله وداره، وسيترك الكل. ولهذا ذكر الموت أيها الإخوة يهون على الغني ماله، ويحقره، يحقره في قلبه. فذكر الموت يحقر على الغني غناه، وعلى الثري ثراه، وعلى الرئيس رئاسته، وعلى الملك ملكه، وعلى المدير إدارته، وعلى التاجر تجارته، وعلى المزارع زراعته. يحقرها ويهونها حتى لا يبقى لها مكان في القلوب، والدنيا لا مكانة لها في القلوب المؤمنة الصالحة. كيف والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وذكر الموت يهون على الفقير فقره، وعلى المريض مرضه، وعلى المصاب مصيبته، وعلى المبتلى بلاءه. فإذا ذكر الموت الفقير هان عليه فقره، وإذا ذكره المريض هان عليه مرضه، لأنه يعلم أن فترة البقاء في الدنيا قصيرة وأن الرحيل قريب. أيها الإخوة، إنه ينبغي علينا أن نذكر الموت بل بين الحين والآخر، وأن لا نغفل عن ذكر الموت. كان ابن عمر يجتمع مع أصحابه في الليل فيتذاكرون الموت فيبكون ويشتد بكاؤهم كأن بين أيديهم جنازة.
الموت، الموت الذي يفرق بين الحبيب وحبيبه، والقريب وقريبه، والصديق وصديقه، ويفرق بين الجيران. الموت أيها الإخوة حصادنا جميعا، الموت حصاد الجميع. ولهذا قال ربنا في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا حكم الله علينا جميعا، سنموت الكل. أيها الإخوة، في هذه الآيات يستبين لنا أن الموت مصيبة، مصيبة. قال الله: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال بالشر، فالموت مصيبة. قال ربنا في كتاب الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله جعل الموت من المصائب. وقال ربنا في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد جعل الموت من أنواع البلايا، وسماه الله مصيبة في كتابه. قال ربنا: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. الموت مصيبة، ويا له من مصيبة. أيها الإخوة، الموت إذا نزل بساحة العبد لا ينفعه شيء، ولا يقبل منه بديل ولا كفيل. إذا نزل الموت بساحة العبد لا ينفعه مال ولا جاه ولا دواء ولا حبيب ولا قريب، لا يستطيع أن يرده أحد. قال ربنا في كتاب الكريم: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال ربنا في كتابه الكريم: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، نتذكر حالنا عند نزول الموت مع ذكر أحوال السلف، فكيف كانت أحوالهم عند نزول الموت؟ أيها الإخوة، قد يفاجأ العبد بالموت
ولم يكن مستعدا لذلك. فما أكثر الأحداث التي تبين لنا ذلك. إنك لتعجب مما أحدث الموت من آثار في أوساط المجتمع. ما أعظم آثار الموت وما أكثرها يا إخوة. ماذا يقول المؤمن عند أن يرى ويسمع ما يحدث للناس؟ أيها الإخوة، لو رأيتم رجلا يوما كان ممتلئا شبابا وكان مع مجموعة من الشباب يحملون الحجارة على القلاب، فلم يبقى إلا عدد يسير من الحجارة ليمتلئ القلاب، وإذا بهذا الشاب يقول لإخوانه: أكملوا فإني أشعر بتعب. فجلس ولم يبق إلا قرابة 10 أحجار، فحملها أولئك الشباب وجاءوا إليه فوجدوه قد ودع الحياة وهو معه. حملوه إلى مستوصف قريب فوجدوه قد فارق الدنيا. انظر ما أسرع الموت. أيها الإخوة، إنك لتعجب. رجل كان مريضا مرض السرطان، وكان هذا الرجل حسن الخلق مع زوجته وأبنائه، حسن العشرة، زوجته تحبه، وقد تعدى 50 من عمره. ففي أثناء ما تقوم المرأة بخدمة هذا الرجل بزوجي خدمة زوجها وهي حوله، تقوم بشؤونه وهو طريح على الفراش وهي صحيحة معافاة، ما شعر إلا عندما جثمت على رجليه ولم تتحرك، فقال: يا فلانة، ثقلت على رجلي، قومي. وجعلت لا تتكلم، وأخذ يكلمها ولا تتكلم، فنهض وأخذ يحركها فوجدها قد أجابت خالقها في لحظة. إنك لتعجب. خرجت شابة يوما من بيت أمها، وأمها أيضا لا زالت شابة قوية تتمتع بحيوية قوية، فذهبت فعادت من إلى البيت، وإذا بالبيت قد أصبح غاصا بالنساء، فدخلت فتفاجأت وإذا بها تجد أمها وكانت في ماذا؟ في صحة جيدة، قد ماتت. وعلى أي حال ماتت يا إخوة؟ ماتت ويدها تعجن العجين. بينما هي تعجن عجينها إذ أدركها الموت فماتت على الفور، فجاء الجيران ووجدوا يدها مغموسة في العجين. انظر، إذا نزل الموت لا يمهل، لا يمهل أحد. إنك لتعجب. يخبرني أحد الأخوة، قال: رجل في بلاده كبير في السن مرض واشتد مرضه حتى يأس أهله من حياته، فحفروا له قبرا واشتروا له كفنا لأنهم يأسوا من حياته، وقد كان كما يفهمون في طرف النهاية. جاء ولده فقال: لا بد أن أنقل أبي إلى الطبيب. فقالوا: لا، ما بقي
حاجة لذلك ولا داعي لذلك، قال لابد. فنقل أباه إلى الطبيب، فشاء الله أن يتحسن أبوه ويرجع وترجع إليه صحته وعافيته، وإذا به أصبح يتمتع بالعافية بعد أن كان في طرف الموت. ففي أثناء الأيام والولد بينما هو واقف وهو في أعز شبابه وأقوى شبابه، ما شعر أهله إلا حين سقط من على قامته الشاب ثم مات من لحظته. حاولوا ونقلوه إلى الطبيب، قال قد مات. وإذا بالقبر والكفن يصبح لهذا الشاب، فمن الذي سكن القبر؟ هذا الشاب الذي نقل أباه إلى الله. انظر ما أسرع الموت إذا نزل، سرعان ما ينقل صاحبه. وهذا العالم الذي يعيش على وجه الأرض ماذا ينتظر؟ أنا وأنت ماذا ننتظر؟ كل واحد منا ينتظر دوره وينتظر وقت الرحيل، ولا يدري هل تباغته الرحلة في ليل أو نهار. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كلنا ينتظر دوره أيها الإخوة. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في حالة الموت وقد كانوا مجتهدين في العبادة في قصارى جهودهم، بعضهم ربما لو قيل له ستموت غدا ما استطاع أن يزيد على العمل الذي هو عليه من كثرة اجتهادهم في الأعمال الصالحة. أما نحن طغت علينا الدنيا وطغت علينا شهواتنا وتربعت وتحكمت الغفلة على قلوبنا إلا من رحم. نزل الموت بأبي هريرة رضي الله عنه، فقيل له وهو يبكي لماذا تبكي؟ قال ما أبكي على دنياكم، أنا لا أبكي على الدنيا، لا أبكي على دنياكم، ولكني أصبحت في صعود. الروح تصعد للخروج، ثم بعد في مهبط، إما إلى جنة وإما إلى نار، ولا أدري إلى أيهما أنا، لا أدري إلى أيهما أنا. يبكي الحافظ، حافظ الصحابة الذي كثيرا ما جاعت بطنه وقاس الحياة في سبيل جمع العلم ليورثه للأمة، يخاف من لقاء الله رب العالمين. نزل الموت بابن مسعود رضي الله عنه، فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تجدك أو كيف أصبحت؟ قال أصبحنا بنعمة الله إخوانا. فقيل له أنا أتي لك بالطبيب؟ قال الطبيب هو الذي أضجعني وهو يريد الله. قال ماذا تشتهي؟ قال أشتهي رحمة الله. ماذا تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي، أشتكي ذنوبي. عبد الله بن مسعود يخاف من لقاء ربه، وهو الصحابي الجليل الذي حفظ القرآن وتتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى أحوالهم،
مقدام العلماء معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ويقول: إذا جاء العلماء يوم القيامة يسبقهم معاذ بن جبل رتوة بحجر، أي رمية بحجر، نزل به الموت في طاعون عمواس، وفرح رضي الله عنه بالطاعون، فرح بالطاعون، وكان هو وأبو عبيدة في الشام ومجموعة من الصحابة. أبو عبيدة عندما سمع عمر رضي الله عنه بالطاعون في الشام أراد أن يستقدم أبا عبيدة إلى المدينة خوفا عليه من الطاعون، لأن عمر كان يحب أبا عبيدة حبا شديدا، حتى قال يوما لأصحابه: ماذا تتمنون؟ فقال بعضهم: أتمنى كذا، وآخر كذا، وآخر كذا. قال: أما أنا فأتمنى ملء هذا البيت رجالا من أمثال أبي عبيدة. عندما نزل الطاعون في عمواس في الشام وأبو عبيدة يقود الجيوش في أرض الشام، أرسل عمر رضي الله عنه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة، وقال له فيها: إذا جاءك كتابي في الليل فلا تصبح إلا مسافرا، وإذا جاءك كتابي في الصباح كذلك. فقرأ الكتاب أبو عبيدة ففهم مراد عمر، فقال أبو عبيدة: أمير المؤمنين يستبقي من ليس بباقي، يستبقي من ليس بباقي. ثم رد إليه وقال: يا أمير المؤمنين، أنا في جيش المسلمين ولا أؤاثر نفسي عليهم، فأريد وقد فهمت ما تريد، فأريد منك أن تحللني من عزمتك، أي من أمرك هذا، أن تجعلني في حل من هذا الأمر. فعندما قرأ عمر رضي الله عنه كتاب أبي عبيدة بكى، فقال أصحابه: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ فقال: لا، وكأن قد، لا وكأن قد، أي كأن قد قرب الموت. مات أبو عبيدة في ذلك الطاعون، أمين هذه الأمة. معاذ عندما بدأ الطاعون فيه نظر إلى صبعه صغيرة ففرح، وقال: اللهم بارك فيها فإنك تبارك بالقليل حتى يكون كثيرا. ثم قال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ أكبر نصيب، يعني من الطاعون، لأن الطاعون شهادة، الطاعون شهادة، من مات بالطاعون من هذه الأمة كتب من الشهداء. دعا معاذ بهذا الدعاء، فمرضت زوجتاه ومرض ولده عبد الرحمن الذي كني به وكان أحب أولاده. فدخل عليه أبوه في الليل وقد أصابه الطاعون، فقال: كيف أنت؟ كيف تجدك؟ فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. عبد الرحمن يقول لأبيه: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. انظر، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا. فمات عبد الرحمن ولده من ليلته، وماتت زوجته، انظر، مات ولده وماتت زوجته. ثم اشتد عليه المرض رضي الله عنه، فكان يشتد المرض عليه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق من الإغماء، ولهذا قالوا: نزع نزعا لم ينزعه أحد، أي اشتد عليه الموت شدة عظيمة على معاذ، فكان يضغط حتى يغمى عليه، ثم يفيق ويقول: أخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك.
أخنق خنقك، فوعزتك أنك تعلم أني أحبك. يخاطب ربه، اشتد عليه المرض في الليل، فكان يقول لمن حوله: هل جاء الصبح؟ قالوا: لا. فلما جاء الصبح أخبروه بأن الصبح قد طلع، الفجر قد طلع، فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، لأنه يعلم أنه سيموت، قد شعر بالموت. قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم قال: مرحبا بالموت، غائب مغيب، حبيب جاء على فاقه. ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، وإنما لظمأ الهواجر ولليالي الشتاء ولمكابدة الساعات ولمزاحمة العلماء على الركب في حلق الذكر. معاذ يتحسر على هذه الأعمال الصالحة، لأن الموت يحيل بين العبد وبين أعماله الصالحة. الموت يا إخوة مصيبة، ما أعظم غفلتنا عن الموت. الموت يحيل بينك وبين أحب الناس إليك. الموت يحيل بينك وبين ما تحب. الموت يحرم العبد من العبادة والطاعة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. الموت، الموت يا أخوة إذا نزل لا يرحم طفلا ولا صغيرا ولا كبيرا، ربما انتزع الرجل من وسط أسرته، وربما انتزع الأب من بين أبنائه، وربما انتزع الطفل من حجر أمه. إذا نزل بساحة العبد أيها الإخوة، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مات ولده إبراهيم وهو يحبه، وليس له ولد يومها إلا هو من الذكور، مات في سن الرضاعة. عندما دخل عليه ونفسه تتقعقع بكى، وعندما مات بكى، فقال: إن العين، إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. رسول الله، انظر، يموت ولد الرسول من بين يديه. إذا نزل الموت لا يرحم أحد. الرسول يقول: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزون. بل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرض عند أن مرض مرض الموت. كانت بين يديه ركوة، علبة فيها ماء، من شدة السكرات ومن شدة الموت كان يغمس يديه بالماء ويمسح بهما وجهه ويشعر بحرارة الموت.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحان الله، هذا نبي الأمة وهذا رسول الأمة ونبي الرحمة يشعر بألم الموت وشدته، ما عفي من ألم الموت، يمسح بيديه وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. في البخاري من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عندما مرض مرض الموت جعل يتغشاه القرب. انظر يا أخي، ذلك الوجه المبارك، وجه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، جعل يتغشاه الكرب من شدة الموت. فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه، نظرت إلى وجه أبيها والكرب يتغشى من شدة الموت. رسول الله الذي لو طلب من الأمة أن تفديه بما تملك لفعلت، بل ولو طلب من أي مسلم أن يفديه بنفسه لفعل، ومع ذلك يذوق الموت. هذا قضاء الله. تقول فاطمة: وكرب أبتاه، قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ما قال يا فاطمة أنا لست في كرب اليوم، بل قال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أي كأنه يقول: يا بني أنا الآن نعم في كرب، أنا في كرب، ولكن هو آخر كرب يذوقه أبوك. رسول الله يصيبه الكرب والشدة عند الموت ولم يعف من سكرات الموت، وهو أفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله، ومع ذلك يشتد عليه الموت. ولهذا عائشة تقول: ما أكره الموت لأحد، أو ما أكره شدة الموت لأحد بعد أن رأيت من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما رأيت. أي عندما رأت شدة الموت على الرسول أصبحت تقول: ما أكره شدة الموت لأحد. إذا كان الرسول قد اشتد عليه الموت فكيف بغيره، كيف بغيره؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الموت. وانظر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك رطب، فنظر إليه فقالت عائشة: آخذه لك؟ قال: نعم. ما استطاع أن يتكلم، ما استطاع. سبحان الله، الموت إذا نزل على الجسم أوقف حركته، وهو رسول الله. قالت: آخذه لك؟ قال: نعم. قالت: فأخذته فأعطيته، فاشتد عليه، أي كان قاسيا. قالت: أرطبه لك؟ قال: نعم. فرطبته ثم أعطته. قالت: فاستن استنانا ما رأيته أستن مثله، كأنه يستأكل من أجل أن يلقى الله. ثم قالت، نظر إلى سقف البيت، ثم قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم مالت يده ومات. مات رسول الله، مات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أحب الخلق إلى الله. خرج الخبر إلى الصحابة، فمن شدة حبهم له ما صدقوا، حتى أن عمر يقول: والله ما مات رسول الله، ولو أسمعن أحد يقول مات رسول الله لعلوته بالسيف. إن رسول الله لم يمت، طلبه ربه وسيرجع، ولا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. أبو بكر يسمع بهذه الفاجعة العظمى، فيأتي من عوالي المدينة
فيدخل والناس مزدحمون، فيفسح له الناس فيدخل، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، ويجده مسجى ببرد، فيكشف عن وجهه ويقبله هنيئا لأبي بكر، وهو يقبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن حرمنا يا إخوة من لقاء في الدنيا، نخشى أن نحرم من لقاء في الآخر، لأننا خالفنا كثيرا من سننه. نخشى أن يجمع الله لنا بين الحرمانين بسبب تأخرنا عن سنته. أبو بكر يفاجأ بهذه المصيبة، فيكشف عن وجه الرسول فيجده ميتا، فيقبله ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، والله لا يذيقك الله موتتين، أما الموتة الأولى قد مت. الموتة الأولى قد مت. ثم يقول لما رأيت نبينا متجدلا ضاقت علي بعرضهن الدور، وارتعت روعة مستها من والهن، والعظم مني واهن مكسور. أعتيق ويحك إن حبك قد ثوى، وبقيت منفردا وأنت حسير. يا ليتني من قبل مهلك صاحبي، غيبت في جدث علي صخور. يقول يا ليتني مت قبل أن أشاهد هذا الموقف، وقد قبل أن أنظر إلى الرسول ميتا، ليتني مت قبله ووضعت علي الصخور قبل أن أرى هذا الموقف الجل. رسول الله يموت وهو أفضل الخلق. فاطمة رضي الله عنها بعد موت أبيها تقول رضي الله عنها وأبتاه، أجاب ربا دعاه وأبتاه، إلى جبريل ننعاه. جبريل الذي كان ينزل بين الحين والآخر إلى بيت النبوة، سينقطع نزوله بسبب موت رسول الله. يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه وأبتاه، من جنة الفردوس مأواه. ثم لما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس، يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ من هذا الذي تطيب نفسه أن يحث التراب على الرسول؟ لكن هذه سنة الله في الخلق. من هذا الذي يحب أن يفارق رسول الله؟ لكن هذه سنة الله في الخلق. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ما رأيت يوما أضوى ولا أنور ولا أبيض من ذلك اليوم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت يوما أظلم ولا أسود من ذلك اليوم. أسودت الدنيا في وجوه الصحابة عند أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظلمت الدنيا في أعينهم من شدة الحزن والأسى. يا أمة محمد، إذا كان الموت قد أخذ الخيار فنحن سنلتحق. من هذا الذي سيبقى؟ اعدد نفسك في الموت يا أخي، اعدد نفسك في الموت، أنت ستموت. والأخيار إذا ماتوا وهم على صلاح فهنيئا، والمصيبة علينا أن نموت ونحن ملوثون بالمعاصي،
لا حفظنا ألسنتنا ولا حفظنا أيدينا ولا حفظنا أبصارنا ولا حفظنا أسماعنا. نخاف يا أمة الإسلام أن يبدو لنا من الله ما لم نكن محتسب، نخاف أن نفاجأ بما لم نكن نحتسب. ماذا أعددنا للموت؟ أولئك أعدوا للموت العدة ومع ذلك كانوا يخافون عند الموت، وقد أعدوا ما استطاعوا من عدة. عبد الله بن أبي سرح أحد الصحابة، هو محمد أو ابن أبي سرح أحد الصحابة، اعتزل الفتنة ونزل به المرض، فأخذ يسأل ويقول: يا فلان هل جاء الصبح؟ فإني أجد ريح الصبح. ثم قال: اللهم اجعل خاتمة عملي الصبح، أي اجعل خاتمة أعمالي الصالحة صلاة الفجر. قال: فلما طلع الصبح توضأ ثم صلى الفجر وهو في حالة السكرات، فقرأ في الأولى بالفاتحة والعاديات، والثانية الفاتحة وسورة، ثم سجد وركع وسجد وتشهد، ثم سلم على يمينه وأراد أن يسلم عن شماله، فما أمهله الموت، مات قبل أن يسلم على شماله. سبحان الله، هذا الموت. أبو ثعلبة الذي يسميه البعض جرهوم ابن ناشر، وبعضهم يقول جرثوم ابن ناشر، رضي الله عنه، وهو أبو ثعلبة الخشني، كان كثير الصلاة في الليل، دائما يصلي في الليل، معظم ليله يصلي. فذات ليلة قام يصلي وقد كان يقول: إني لأرجو ألا يميتني ربي الموت الذي أراكم تموتون. فقام ذات ليلة يصلي، وقامت بنته، بنت صغيرة، فزعة وصاحت: أماه أين أبي؟ فقالت: أبوك يصلي في محرابه. فذهبت البنت تلتمس أباها، فوجدته ساجدا، لكن كانت السجدة الأخيرة، سجد ومات ساجدا، مات ساجدا. انظر خاتمة طيبة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: يبعث أحدكم على ما مات عليه، يبعث أحدكم على ما مات عليه. مات رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، وتولى الخلافة بعده أبو بكر. أبو بكر قام بما أسند إليه أحسن قيام، وقاتل المرتدين حتى أعادهم إلى حظيرة الإسلام، إلى أن وصل إلى عمان، ثم بدأ يفتح الفتوحات، فقد فتح جزءا من دولة فارس، وهكذا بدأ أيضا في الروم. في ظرف سنتين وشهرين فقام بالإسلام أحسن قيام، قاتل مسيلمة حتى هزمه الله وقتله، وهكذا قاتل المرتدين ومانعي الزكاة حتى أعادهم إلى الحق. ثم ماذا؟ ثم نزل به ما نزل بصاحبه، برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل به الموت. عائشة رضي الله عنها دخلت عليه وهو في سياق الموت، فقالت:
لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. تقول لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى، أي ما يغني المال والملك إذا نزل الموت بصاحبه، ما يغنيها. لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف وجهه وقال ما هكذا يا عائشة، ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يموت أبو بكر رضي الله عنه ويتولى الخلافة بعده عمر، فيسير سيرته الطيبة العطرة الحسنة، ويفتح الله على يديه البلاد، ويهدي الله على يديه العباد، حتى مكن الله للمسلمين ووسع دائرة الإسلام في ظرف 10 سنوات. وصلت رايات المسلمين إلى حدود الصين، فتح الفتوحات، جمع الله له كنوز الدولتين العظميين فارس والروم إلى خزائن المسلمين. ثم ماذا؟ ثم ينزل به ما نزل بصاحبه، الموت. الموت يا إخوة حصادنا جميعا، الموت. عمر الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة مرارا، عمر الذي قال الرسول فيه إيه يا ابن الخطاب، الله ما سلكت شعبا إلا سلك الشيطان شعبا غير شعبك أو فجا غير فجك. عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، والذي اجتمعت أمة الإسلام على محبته، ومع ذلك ينزل به الموت ويطعن، ويطعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي بالصحابة وبالمسلمين صلاة الفجر. في هذه اللحظة عمر قد بشر بالجنة مرارا، لكن مع ذلك يخاف من الله، يخاف من الله. قال لابنه عبد الله: يا عبد الله اذهب واستأذن أم المؤمنين عائشة وقل لها يستأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبي، ولا تقل قال أمير المؤمنين فإني لست بعد اليوم أميرا للمؤمن. قل لها يستأذن عمر. فذهب ابن عمر ووجد أم المؤمنين تبكي، فاستأذنها وقال يستأذن عمر أن يدفن بجوار صاحبي. قالت: لقد كنت أريده لنفسي فلا أؤاثرنه اليوم على نفسي، وهي تبكي. عمر الذي خرج الذي قال له ابن عباس يا أمير المؤمنين، وأخذ يبشره، فقال له انظر لي الناس، فذهب ابن عباس يجول في المسلمين ساعة فرجع، فقال والله يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرا إلا والكل حزين عليك يبكي، وكلهم يود أن يفديك بنفسه وماله. الكل، الأمة تبكي عمر وتحزن عمر. عمر رضي الله عنه يبكي، فيقول له ابن عباس: ما هذا البكاء يا أمير المؤمنين؟ إنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر وأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، ثم ها أنت صحبت هذه الأمة فأحسنت صحبته، ولئن مت ليكونن عنك راضين. فقال: أما قولك
صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته ومات وهو عني راض، فهذا من فضل الله سبحانه علي، من فضل الله علي. وأما صحبتي لأبي بكر وموته وهو راض عني فهذا أيضا من فضل الله علي، ولكن خوفي من أجلك ومن أجل أصحابك، أي أنا أخشى من لقاء إلا ما سيسألني عنك وعن أصحابك، أي الذين توليت عليه. ولهذا يقول رضي الله عنه: والله لو كنت أملك طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله من قبل أن ألقاه. لو كنت أملك ملء الأرض من الذهب لتصدقت به كله من أجل أن أفدي نفسي من عذاب الله. مات وخزائن المؤمنين مليئة بالأموال، والأمة قد أصبحت ثرية وأصبح الفقير غنيا، ومات وعليه 85,000 دين وهو الخليفة. انظر، يموت مديونا، الخليفة الذي جاءته الأموال. قال لابنه عبد الله، قال: انظر في بني عدي، اسأل في بني عدي لقضاء ديني، فإن وفى ذلك وإلا ففي قريش ولا تتعداه. أطلب قضاء الدين من قريش، من قومي، من عشيرتي. اشتد عليه المرض، اشتد عليه الموت، فشعر بالموت، وكان رأسه في حجر عبد الله ابنه، فقال لابنه: ضع رأسي في الأرض. قال: قلت يا أبتي، ما غرك أن يكون رأسك في حجري أو في الأرض؟ وهو يظن أنه يريد يتخلص، وهو يريد أن يتمرغ بين يدي الله بالتراب لعل الله أن يرحمه وأن يغفره. قال له: ضع رأسي في الأرض، لا أم لك، الويل لي ولأمي إن لم يغفر لي ربي. ثم أخذ يمرغ وجهه في التراب بين يدي الله لعل الله أن يرحمه. سبحان الله، يقول: الويل لي ولأمي إن لم يرحمني ربي. فما هو قولنا عند الموت إذا نزل بنا؟ الويل لنا ولأمهاتنا إن لم يرحمنا ربنا يا أخي. الويل لنا نحن الذين طالما عصينا الله وطالما خالفنا شرع الله. إن الموت مصرع أليم يا إخوة، تجتمع على من حضره الموت مصائب شدة. تذكر يا أخي حين ينزل الموت بك وأنت تتذكر الماضي الأسود الذي ارتكبت فيه الذنوب والمعاصي، وأنت تؤنب نفسك، وأنت تحاسبها وتقول: كيف تلقين الله بهذه المعاصي والذنوب؟ كيف تواجهين رب العالمين بتلك الذنوب التي ارتكبتيها؟ في هذه اللحظة التي أنت تؤنب نفسك فيها، أنت تذكرها أيضا بتفريطها في العبادات والطاعة، أنت تؤنبها وتقول: لا، كيف فرطت في كذا وكيف فرطت في كذا. في هذه اللحظة التي أنت تؤنبها في هذا وهذا، أنت تتذكر أنك بعد لحظات، وأنت في سياق الموت، بعد لحظات ستغيب عنك وجوه أحبابك وأصدقائك، ستغيب عنك وجوه من تحب. هؤلاء أبناؤك الذين لا تحب أن تفارقهم ساعة سيغيبون عنك ولا تلتقي بهم مرة أخرى في الدنيا. هذا أبوك، هذه أمك، هذا قريبك، هذا حبيبك، هذا صاحبك، سيغيب عنك وجهه ولا تلتقي به في الدنيا مرة أخرى. إنها لحظة حسرة، إنها لحظة ندامة، إنها لحظة حاسمة يا إخوة، ما أشدها على القلوب. بل بينما أنت تتذكر هذا وأنت تقلب النظر في وجوه أحبابك وأصدقائك الذين حضروا موتك، والذين حضروا وقت النزع، والذين هم يحاولون على دوائك وعلاجك، أنت تقلب النظر فيهم وأنت قد أيقنت أنك ستفارقهم، كما قال ربنا في كتاب الكريم: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
أي أصدقاء يقولون من يرقي لنا صديقنا ومن يداوي لنا صاحبنا وحبيبنا. أما المريض قد أيقن أنه سيفارق الكل، فأنت في تلك اللحظة قد أيقنت أنك ستفارقهم، ولكن إلى أين؟ وإلى أي بلد ستنتقل؟ وإلى أي أرض ستنتقل؟ إن الذي ينتقل من بلد إلى بلد في حياته الوظيفية يشعر بثقل ذلك الانتقال، ويشعر بوحشة تلك البلاد، وإن الذي يذهب إلى الغربة لطلب المعيشة يشعر بثقل الغربة وشدة المعيشة، لكن هو يعيش في هذه الأجواء. أما هذا فإنه سينتقل لا إلى بيت ولا إلى غرفة مضية، سينتقل إلى حرفة، إلى غرفة، بل إلى حفرة مظلمة ضيقة. فهو يتذكر أنه سيفارق أحبابه وأصدقائه، ولكن إلى أين؟ وسيودعونه، بل وسينقلونه بأيديهم شاء أم أبى. مصيبة، الموت مصيبة. بل إنه يتذكر يا إخوة أنه بعد تلك اللحظات لا يستطيع أن ينال عملا صالحا إلا ما قدمه. وهنا هو الذي ينبغي أن نبكي على أنفسنا. هذا الموطن قد كانت الفرصة متاحة بين أيدينا يا أمة الإسلام. الأعمال الصالحة متاحة، الأعمال الصالحة متاحة، وإذا جاء الموت فارق بيننا وبين العمل الصالح. تتمنى تسبيحة أو تهليلة لا تجدها بعد موتك. لا إله إلا الله. أين قلوبنا يا أخوة؟ أين قلوبنا؟ أين شعورنا؟ لماذا لا نعقل؟ لماذا لا ننتبه؟ لماذا؟ لماذا أنا أنتظر حتى يأتي الموت ثم ننتبه؟ أنا أنتظر حتى نخرج من الدنيا ثم ننتبه؟ إنها فرصة يا أمة الإسلام. حياتنا ووجودنا في الدنيا هي الفرصة للأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله. أما بعد الموت فما بقي إلا حسرات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فانتظر حتى يأتي الموت وتقول هذا، فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أمة الإسلام احذروا من الغفلة، طغت علينا الدنيا وشهواتها وملذاتها. أمة الإسلام انتبهوا، نحن راحلون، نحن راحلون، نحن راحلون. لا تأمن على نفسك. امرأة مات زوجها ومعها ولدان ربتهما وصبرت عليهما واجتهدت في تربيتهما. إنك لتعجب من آثار الموت. وذاقت المر وهي صابرة على تربية الأبناء، وهي فقيرة، فقيرة تسعى في إيجاد لقمة العيش لولدين، حتى بلغ سن التكليف، ثم جمعت وأجهدت نفسها في جمع المال من أجل أن تزوج ولديها، فيسر الله وزوجت ولديها. ولكن وفي أثناء العرس وفي اليوم الذي ينتظر الولدان اللقاء مع الزوجتين وفي اليوم الأبيض في حياة الإنسان وفي بداية مراحل الزوجية وقبل دخول الزوجة على زوجها، خرج الولدان يتمشيان مع مجموعة في سيارة،
وعند العودة حدث لهم حادث قضى ذلك الحادث على الولدين العروسين تماما. وبعد تربية طويلة في حياة هذه المرأة، وبعد أن فتحت قلبها فرحة بزواج ولديها، وإذا بها تتفاجأ يرجع الولدان العروسان جثتين هامدتين لا حركة لهما. هذا الموت يا أخي، هذا الموت. انتبهوا من الغفلة. أنت قد تخرج من المسجد فلا يشعر البعض إلا وقد جاء نبأك. أنت تنام على فراشك فلا يسمع الناس في الصباح إلا وقد جاء خبرك. هذا الموت لا تغفل. اقبل على الأعمال الصالحة، استقم على دعوة الله، حافظ على ما أوجب الله، احذر من المعاصي، احذر من الغيبة، احذر من النميمة، احذر من الكذب، احذر من السب، احذر من الشد، ذلك محسوب عليك. احذر من العمل الذي يسود وجهك بين يدي الله، واعمل الأعمال التي تبيض وجهك بين يدي الله. احذر من العمل الذي تندم على فعله، واعمل العمل الذي تفرح بفعله بين يدي الله رب العالمين. لا تغفل. احذر من البدع والمعاصي، احذر من ما يخالف شرع رب العالمين. تمسك بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة حتى تلقى الله، لأنك لا تأمن على نفسك. واحذر ولا تمل إلى الدنيا ولا إلى شهواتها، فالدنيا إن نقصت لا تبالي بها يا أخي. الدنيا وإن نقصت فهي ناقصة من أساسها. حاول أن تبني الآخرة وأن تؤثر الآخرة على الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أضر بدنيا من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثر الذي يبقى على الذي يفنى، آثر الذي يبقى. أيها الإخوة، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يميتنا إلا وهو راض عنا، ونسأل الله أن يثبتنا عند الموت، ونسأل الله أن يثبتنا عند الموت، وأن يثبتنا عند سؤال منكر ونكير، وأن يثبتنا عند أن نقوم من القبور. ونسأل الله أن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم في الدنيا وعلى الصراط يوم القيامة، إنه أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.